طيب احنا تقريبا وقتنا قرب ينتهي يا استاذ زكي، بس يعني حابه اعرف من حضرتك يعني السؤال لو اهميه هذا السؤال، كيف ينتقل النور المقدس للشعب وكيف يصل كمان لمندوبي الطوائف الخمسه طبعا بعد ما يخرج من القبر المقدس؟ يعني كده مش هنعرف سوا احنا يعني عشان بس الوقت، تفضل. حاضر حاضر حاضر، احترم وقت القناه والخريطه. شكرا بتاعي. لحضرتك. ربنا يخليك. طبعا برضو الستاتس كو حدد ان اللي يدخل القبر المقدس ويخرج النور هو مطران طائفه الروم الارثوذكس، تمام، وهو حاليا الانبا ساوفيلوس بيقوم يوم السبت بيلف ثلاث لفات، يعني بيعمل ثلاث دورات حول القبر، شايل في ايده وهو مش شايل الشماس ورا منه، شايل فنت كبير، الفنت ده مجموعه من الشموع كبيره جدا وحضراتكم شفتوها، بنشوف بيبقى شايلها له الشماس ويلفوا ثلاث لفات، والخمس طوايف في الخمس اماكن المحدده بتاعتهم واقفين في اماكنهم حوالين القبر المقدس، واحنا واقفين وبيلفوا قدامنا اللفه الاولى والثانيه والثالثه. صحيح. بعد كده بيدخل يفكوا بقى الشرطه ومندوب الطوائف واخواتنا المسلمين اللي هم مسؤولي مفاتيح كنيسه القيامه والقبر وكده، بيبقوا كل ده واقفين شهود، يفكوا الشمع من على باب القبر اللي هو متشمع من امبارح من الجمعه ومفرغينه من اي مصدر للاضاءه وبيفكوا الشموع ويجردوا الانبا ساوفيلوس من لبسه الخارجي بحيث يبقى باين لبسه كده ان مفيش حاجه مستخبيه في لبسه، وبيتفتش تقريبا. نعم بيتفتش قبل ما يدخل، بيتفتش تمام. كنت مش عايز اقولها المطران، ما احنا بنشوف بعنينا. تمام. بيدخل يصلي وبعد كده نلاقي بقى الاجراس تضرب والنور خارج، كل طائفه من الطوائف من قبلها بكام يوم حاضر بسرعه، من قبلها بكام يوم محدده مندوب منها يقف قدام باب القبر عشان يستلم النور المقدس. اول ما بيطلع الانبا ساوفيلوس على طول بيولع الشموع للمناديب، كل مندوب بيسارع بيجري بسرعه عشان يلحق يروح للمطران بتاع بلده في الكنيسه في الجزء الخاص بيه. يعني كل مطران بيبقى واقف في الجزء الخاص بيه وبيبعت مندوب واقف قدام القبر علشان ياخد النور على طول. الو استاذ زكي؟ طيب احنا يعني فقدنا اتصاله كمان، يعني فقرتنا انتهت. بشكرك جدا استاذ زكي رمزي الخادم بالاراضي المقدسه وايضا المرشد السياحي بالقدس، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا لحضرتك.